بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان دهر الدور كلها آمين. أنا ياسمين صبحي، أخصائية تخاطب وتعديل سلوك، مديرة مركز أبونا بشوي كامل سليمان في خدمة أم الرحمة. كلكم طبعا حلمكم، أنا يعني فرحت جدا إن في إعداد خدمة وحاطين جزء كبير منه عن ذوي الاحتياجات الخاصة، وكمان هتطلعوا خدام لذوي الاحتياجات الخاصة. أنا عارفة إن حلم كل خادم أو كل شاب ومن هو صغير إنه بيحلم إمتى هيبقى زي الأستاذ بتاعه، إمتى هتبقى تصوني وتمسك وتبقى مع أولاد صغيرين وتدي الدرس ويبقى ليها أصحاب ويتقال لها يا تصوني وهو يتقال له يا أستاذ. ده كان حلمنا كلنا وإحنا صغيرين. بس هديكوا حاجه كده، يعني هي مش حاجه روحيه، هي حاجه احنا اتعلمناها في الخدمه من ابونا بشوي، يعني حته هتفيدكوا وتغير نظرتكوا شويه لفكره خدمه ذوي الاحتياجات. دايما كان ابونا بشوي يقول لنا ان انا لما اكون خادم لاولاد طبيعيين عاديين، اطفال عاديين، هيبقى في مسؤوليه اتجاه ربنا ان انا لازم اوصل الولاد دول السما، وانا هبقى دول وزنه في ايدي وانا مسؤول عنهم ان انا اعلمهم دينيا، والدنيا بقت صعبه قوي والنت والموبايلات وكل ده، ففي وزنه تقيله في ايدي لازم اوصل الولاد دول لمين؟ للمسيح. طيب خدمه ذوي احتياجات العكس تماما، العكس تماما تماما، هم الولاد بخدمتنا ليهم هم اللي هيوصلونا فين؟ للسما. فاحنا بنخدمهم علشان ناخد مش علشان ندي. هما اكتر حاجة بيعرفوا يدوها، هما بيدوا محبة، هما بيدوا طاقة ايجابية كبيرة جدا، يعني اكيد الخدام عارفين الموضوع ده. وحقيقي فعلا هما السحابة من الشهود كده اللي بيتكلم عليها المسيح، اللي هيسحبونا احنا الخدام، يقولوا دول اللي خدمونا، دول اللي على اسمهم هنقدر ندخل السماء. يعني عكس خدمة مدارس الأحد على طول. يعني هخش في الموضوع على طول، أنا قلت إيه أحفزكم شوية عشان لو أنتوا زعلانين إن في منكم مش هينزل خدمة مدارس أحد وهينزل ذوي احتياجات، يبقى فاهم الفكر ده قصاده على طول، هتنزلوا فرحانين ومبسوطين جدا. إحنا هنتكلم عن الإعاقات الأساسية. يعني أنا مش عارفة هنا نظام الخدمة، أنتوا مقسمين الخدمة إزاي؟ لكن الاعاقات انتوا مش مقسمينها. تمام، انتوا العدد يعتبر قد ايه؟ لا الولاد عدد المخدومين قد ايه؟ اه تمام. طيب احنا النهارده هنتكلم شويه عن انواع الاعاقات القريبه قوي من حياتنا واللي موجوده في خدمتنا. الاعاقات كتيره جدا، عدد كبير قوي من الاعاقات والاضطرابات، لكن احنا هنتكلم على تصنيف كده معين نقدر نقسم بيه خدمتنا علشان نقدر نتواصل مع الولاد ديت، لان لكل مجموعه من الولاد دي طرق معينه للتواصل وشرح الدرس والاهداف اللي انا عايزه اوصلها له، طرق معينه للالعاب بتاعته. المجموعه دي ليها لعبة معينة، المجموعة دي ما ينفع لهاش اللعبة دي، المجموعة دي ينفع أديها الدرس بالشكل المعين، المجموعة دي لا مش هينفع معها الدرس ده. حتى طرق التلامس، يعني في ولاد ينفع إزاي نسلم عليهم بشكل معين، ولاد تانية لا بشكل مختلف، أسلوب العقاب كل ده هيختلف من مجموعة للتانية. طب النهاردة إحنا هنقسم كده الإعاقات بتاعتنا لأربع إعاقات رئيسية. إيه هما؟ أول حاجة التأخر العقلي. كنا زمان نسمع كلمة التخلف العقلي، دي خلاص كلمة واتشطبت في الـ DSM-5 الجديد، الحاجات اللي هي الطبية بتاعت أمريكا، قالوا إن الكلمة دي خلاص بقى اسمه تأخر عقلي. اسمه إيه؟ تأخر عقلي. بيندرج جوه التأخر العقلي ده إعاقات كتير جدا. طيب في حاجة تانية اسمه اضطراب طيف التوحد اللي احنا بنقول عليهم الاوتيزم. حد قرا حاجه عن كده او عارف اي حاجه عن الكلام ده اللي انا بقوله؟ كلام جديد خالص عليكم. تمام. طيب هناخد كمان الشلل الدماغي، الولاد اللي قاعدين على كراسي
السي بي، هنعرف ازاي نتعامل معاهم وايه سبب اعاقتهم وايه الطرق اللي نقدر نتعامل بيها معاهم. وهناخد جوه التاخر العقلي هديكوا نوع الداون سيندروم. كلنا عارفين الولاد الداون، ها عارفينهم؟ ايوه، لا حسسوني ان انتوا معايا يعني. عارفين الولاد الداون؟ اتعاملتوا معاهم قبل كده؟ حد اتعامل قبل كده مع ولاد داون؟ كله جديد. طيب تمام، يعني اتمنى ان احنا نفهم بعض في المحاضره دي. طيب احنا بنقول عليهم يبقى الداون سيندروم تحت طائفه التاخر العقلي، تحت طائفه ايه؟ التاخر العقلي. طب احنا بنقول داون سيندروم يعني ايه؟ اضطراب الداون. هل هو مرض؟ ها هل هو مرض؟ طيب يبقى نتفق كده مع بعض على اي حاجه هنقول عليها اضطراب يبقى دي مش مرض، يعني ملهاش علاج. طالما هي مش مرض يبقى ملهاش ايه؟ علاج. ليها طرق للتعامل معاها وتحسين علاقتنا بيهم وتحسين علاقتهم مع المجتمع وازاي يقدروا يعتمدوا على نفسهم. فاحنا هناخد النهارده داون سيندروم، اضطراب ها الداون. طيب الداون ده بيحصل ازاي؟ يعني شكل الداون ده ايه سبب ان هو بيحصل؟ احنا عارفين مين فيكم علم علوم او احياء؟ تمام، حلو جدا. طيب اخذنا ان الراجل بيبقى عنده كام كروموزوم؟ ها كام؟ 46. مقسومين عند الراجل كام؟ وعند لما يجي بيبي هيتقسموا من عند الاب كام والام كام؟ 23. جه الطفل الداون قرر انه يكون مختلف، قال انا هكون كام؟ 47. عند الكروموزوم رقم 21 وراح زود واحد. هوريكم الصوره كمان، احنا محتاجين ايوه اهو دي الكروموزومات بتاعتنا كله 2 2 اكس واي اكس واي. جينا عند الكروموزوم ال 21 ايه اللي حصل؟ بقيوا 3. تمام، لو الصوره السوداء هتبقى برضو مبينه الدنيا، بس نكبرها يا ريت. مش باين النور، مش مبين. طيب لو ينفع نطفي النور. طيب تمام، انتوا فهمتوا متهيألي الفكره اهو. يعني هي كانت عامله علامه كده حمراء على الكروموزوم رقم 21، حصل فيه طفره، بدال ما يبقى 2 بقى كام؟ بقى 3. الطفره دي عملت لنا طفل داون سيندروم. عملت لنا طفل ايه؟ داون سيندروم. يعني ايه كروموزوم؟ الناس اللي مش واخده يعني احياء نفهم، اللي هي الجينات. يعني الاب بيبقى عنده جينات مثلا شعره ناعم يعني تخين رفيع ابيض عينيه ملونه، الام عندها جينات تانية. لما بيجي البيبي الجين اللي بيبقى عالي وراثيا هو اللي بيجي في الطفل، فهو الجينات بتاعته اتلخبطت فادتنا ايه؟ الطفل الداون سيندروم. في اعاقات كتير ليها علاقة بالكروموزوم، يعني لما كروموزوم يقل يدينا إعاقة، لما كروموزوم يتكسر يدينا إعاقة، كل حركة في حركات الكروموزوم يدينا نوع من أنواع الإعاقات. طيب بنعرف إزاي موضوع إن في طفل داون وهو في بطن مامته؟ عن طريق تحليل الدكتور بيعمله للأم وهي حامل، بيعرف تركيب الكروموزومات وبيلاقي فعلا عند الكروموزوم ال 21 الخلل، فبيعرف ان الطفل ده ايه؟ داون سيندروم. طب هل الداون سيندروم نوع واحد؟ لا، الداون سيندروم تلات انواع بدون ذكر اسماء تقيله علشان ما بتبقاش المحاضره رخمه، بس اخفهم اللي يعني ممكن نبقى شاكين في ملامحه شويه اسمه الموزايك. الموزايك ده اقل داون سيندروم في المجموعة كلها، تحس ان شكله يجيب على طبيعي شوية. ويقولوا ان الموضوع عند الموزايك بالذات ملهوش علاقة بالوراثة، يعني المواضيع دي شوية ليها علاقة بالوراثة لكن الموزايك بالذات ملهوش علاقة بالوراثة. طب ايه سبب وجود الداون سيندروم؟ ايه الخلل ده بيحصل ليه؟ بيقول لي كده الاحصائيات قالت ان
الام كل ما بتحبل في سن متاخر كل ما احتماليه ان يطلع طفل داون سيندروم بتبقى زياده جدا. يعني لو احنا في الخدمه كده عملنا احصائيه لاغلبيه الولاد الداون سيندروم هتلاقوا ان الام جابته في الاواخر، بيكون يعني الاخر او التاني، والام سنها كبير. ده الغالب يعني. طيب بيقول لي من عند 20 سنه من 1 لـ2000 طفل بيطلع واحد داون سيندروم، من عند فوق 30 سنه 1 قصاد 1000، من عند سن 40 1 قصاد 100، من عند سن 50 1 قصاد 10. فكل ما سن الام بيكبر كل ما نسبه حدوث ان الطفل ده يطلع داون سيندروم برضو بتكتر. طيب اعرف منين ان الطفل ده داون سيندروم؟ العلامات اللي عايزه الصوره اللي فيها الولد واقف، ومحتاجه اطفي النور شويه بقى، يعني محتاجه الشاشه. انتوا شايفين كده؟ طيب واضحه بالنسبه لكم ولا؟ تمام. طيب اول حاجه من سمات الطفل الداون سيندروم ان عنده الجمجمة صغيرة. الجمجمة ايه؟ الجمجمة بتاعت الطفل الداون سيندروم اصغر من الطفل الطبيعي، دي اول حاجة. الفتحة الامامية للراس لو تاخدوا بالكم عند البيبيهات تبقى الفتحة دي ايه؟ ضعيفة ومفتوحة شوية، يعني يقولوا للام خلي بالك وانت بتحميه ما تضغطيش على الحتة ديت. عند الطفل الداون سيندروم دي مقفولة خلاص، دي اتقفلت مش مفتوحة. يبقى اول حاجه الجمجمه عندنا ايه؟ صغيره. الفتحه الاماميه للراس مفتوحه ولا مقفوله؟ مقفوله. طيب تاني حاجه شعرهم ها ناعم زي الحرير. شعرهم ايه؟ هل كله ناعم؟ لا، في نوادر بتطلع شعرها مش ناعم، بس الاغلب الاغلب ان كلهم شعرهم ناعم. طيب الايد، ايديهم بتبقى مفلطحه بشكل معين، واحنا لو بصينا في ايدينا هنلاقي في ايدينا كام خط من جوه؟ ثلاثة. الطفل الداون سيندروم عنده الخط اللي في النص ده مشقوق لغاية الآخر. مشقوق اللي في النص ده مشقوق، احنا هنلاقيه واصل لغاية النص كده. طب الطفل الداون سيندروم ايه المشكلة اللي عنده غويط قوي ونشوفه ونلاقيه لغاية الآخر؟ كل واحد هيدور على نفسه داون سيندروم ولا لا؟ صح؟ خلاص عديته السن. فاحنا عندنا الطفل، طب هل دي علامة مؤكدة ان ده طفل داون سيندروم؟ قال لي لا، في برضو بعض الولاد لكل قاعدة، خلينا نمشي على المنطق ده، لكل قاعدة شواذ. يبقى هل ضروري ان انا الاقي الخط ده اللي بطول الايد موجود عند كل الولاد؟ لا، ايديهم بتبقى قصيرة ومبقلظة كده تخينة. طب العينين مشهورين طبعا بسحبة العين اللي هي الفوق، وعين بتبقى صغيرة كده. مناخيره بتبقى مبططة ومسطحة زي ما باين في الصورة. لسانه على طول بيبقى طالع لبره. تفتكروا ليه الداون أكتر حاجة عنده لسانه طالع لبره؟ لسانه كبير. مين اللي قال؟ لسانه كبير. المشكلة إنه الفك بتاعه وبقه بيبقى صغير، واللسان فيه نسبة طول مع فكرة ان الفك صغير واللسان طويل، فاللسان لا ارادي بيطلع لبره. طب هل المشكلة دي ما نقدرش نعود الطفل على انه يرجع لسانه لورا؟ نقدر. لو الام اشتغلت على الحاجات دي من معاها طفل صغير يقدر ان الطفل يتحكم في انه يدخل لسانه. بس يعني الخدام ممكن يبقوا معايا في الموضوع ده، اول ما يبتدي يشتغل ويتلهي في حاجه اوريدي نلاقي على طول لسانه ايه؟ بلا ارادي لسانه طالع لبره. الودان بتاعته بتبقى صغيره، كنت جايبه لكم صوره للودان لوحدها. يعني ممكن كلنا نتخيل الودان تبقى صغيره بشكل معين، بس لا، الودان عندهم بتبقى صغيره ونازلة لتحت كده. ودانهم صغيرة قوي ونازلة، يعني احنا بتبقى الودن الفوق هو ودنه بتبقى تحت شوية.
يعني شايفين صغر حجم الودن بالزياده، يعني ممكن العين تبقى ها تمشي طبيعيه المناخير، لكن ودانه حتى كتير قوي من الخدام اللي بيتعاملوا مع داون يقول لك انا بعرفه من قفاه. يعني الداون يمشي كده اشوف ودنه وقفاه كده بشكل معين، اقول الولد اللي ماشي ده من ظهره اعرف ان ده ولد داون. نرجع للصوره الثانيه. رقبته قصيره. طفل الداون احنا انا حاسه ان احنا بنشرك الطفل الداون، بس هي سماته يعني واخدينه من فوق لتحت. الطفل الداون رقبته صغيره وعريضه في نفس الوقت. اتكلمنا على حركه ان الايد فيها الخط الثالث. تاني حاجه الرجل. يمكن دي مش هتشوفوها قوي غير لما يكون طفل لابس صندل مثلا، لازم صباعه الكبير بعيد عن الاربع صوابع التانيين. بنسمي المثلث ده اسمه صندل جيب، زي الصندل كده لما نلبس الصندل اللي بصبع فاحنا صوابعنا تعمل الشكل ده، نفس الفكره. الصبع الكبير بيبقى بعيد قوي عن الاربع صوابع التانيين، بيدينا شكل المثلث ده. وبتبقى غالبا رجليهم صغيره ومفلطحه، عندهم اغلبيتهم كلهم فلات فوت. بطنهم بتبقى فيها انتفاخ وفيها كده علو بشكل معين. هو عموما كائن ضعيف جدا، يعني احنا لما نفهم الامراض اللي بتجيله والحاجات اللي احنا نخلي بالنا قوي في التعامل مع الولد وقت الخدمه هتفهموا ان هم كائنات رقيقه وضعيفه جدا. عنده صدره بنخاف، لان احنا زي ما قلنا ان المناعه عنده ضعيفه بنخاف جدا على صدره، لان بيجيله التهابات وادوار برد كتير جدا. يعني لو عندكم اطفال ده وسنهم صغير هتشوفوا قد ايه نزلات البرد بتجيلهم، مجرد بس ما يقلع جاكيت هو كده جاله دور برد. اخر حاجه الاعصاب. اعصابه ضعيفه جدا، بنحس دايما بليونه في عضلات جسمه وفي ارتخاء بشكل معين. يعني هو صغير مرخي كده، في رخيان كده، نحرك رجله يمين تيجي في ليونه في العظم، الدنيا دي كلها. ده كده بالنسبه للسمات بتاعه الطفل الداون. احنا كخدام لازم ناخد بالنا قوي، هم اطفال شقي جدا وبيحبوا اللعب جدا، ما ينفعش اهزر مع الطفل الداون واروح ماسكه من عند رقبته. الطفل الداون اغلبيتهم بيكون عندهم مشاكل في الفقرتين اللي في الرقبة. الفقرتين دول مش مستقرين ومش على بعض بطريقة كويسة، فممكن اقل حركة مني كخادم بهزار بزق بلعب ممكن يحصل للولد خلل في الحبل الشوكي بتاعه. فخلي بالي جدا 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 وانا بهزر مع الطفل الداون. الطفل الداون لما بيتولد بيكون عنده، مش كلهم طبعا بس الأغلبية عندهم، عيب في القلب، بيكون في ثقب في القلب، في بنضطر ان احنا نوديهم لدكاترة، وفي منهم الدكتور يقول لا صحته لوحدها الثقب ده هيقفل لوحده، بس الأغلب بيتولدوا بثقب في القلب. أغلبيتهم بيبقى عندهم مشاكل في الغدة وبيعملوا تحليل غدة يمكن كل شهر شهرين لغاية لما يتظبط. عندهم سماكه في تخن الجلد، يعني احنا لو سلمنا على ولد داون هنلاقي جلده تخين وناشف شويه، فعشان كده يمكن نقول شعوره بالسقعه مش زي شعورنا احنا، جلده تخين. طبعا كل الحاله اللي احنا قلناها دي عامله تاخر في الذهن وتاخر في الحركه. فدايما كده الطفل الداون هل بيتكلم زي الطفل الطبيعي نفس توقيت الطفل الطبيعي؟ لا. هل بيتحرك ويمشي زي الطفل الطبيعي في نفس توقيتات الطفل الطبيعي؟ عندنا كده جداول معمولة بطريقة ان احنا نقدر نقارن الطفل الطبيعي مع الطفل الداون. الفكرة كلها ان احنا كخدام المفروض نسعى ان احنا نحرك بسرعة الطفل الداون. بيبقى عنده كده أول 5 6 سنين المخ مصحصح، يعني لسه مخملش ولسه ما دخلش في الخمول وهو
من صفات الداون يحب الاهتمام والخمول والاكل الكتير والنوم، يعني حاله كده ايه دبدوب عايش في البيت. فالفكره كلها ان احنا، طب احنا عايزين نطلعه من الجو ده. حسب بيئه كل ولد هتحسه بالفرق قوي. الاهالي اللي اهتمت بولادها من وهي صغيره هنحس ان الولد ممكن يصبح نورمال. في منهم بيخش كليات، في منهم لسه بنت كانت متخرجه من الاكاديميه قريب، كانوا عاملين لها حفله كانت حاجه رائعه بصراحه. في منهم رحمه لو تعرفوها اللي بتتكلم في التلفزيون، حضرت لها حاجه قبل كده، كانت طالعه مع السيسي في الحفله بتاعت ذوي القدرات الخاصه، كانت طالعه هي اللي بتقدم، دي مذيعه. لو تشوفوها وهي بتتكلم نورمال جدا، مفيش غير تقل في اللسان، حاجه بسيطه قوي، لكن هي عايشه حياتها حد طبيعي جدا. ده دليل ان الاهل عملوا ايه، اهتموا واشتغلوا عليها من وهي طفله صغيره جدا. طب لو انا سبت الطفل الداون ده هلاقي فيه فروقات رهيبه جدا. ممكن يمشينا على 5 سنين، ممكن الراس دي لغايه 5 سنين ما تبقاش اتنصبت، يبقى راسه دي لسه زي البيبي الرضيع اللي لسه ما نصبش الراس، مش هنقول كمان مشي. موضوع التواليت، في ولاد ل9 سنين وعشر سنين لسه بتلبس بامبرز، لكن في ولاد من سنتين والاهالي عرفت تقلع الولاد البامبرز. الفكره كلها حسب اهتمامي بالولد وحسب قدرتي انا كخادم لما اشوف ولد ازاي اشجع الاهل عن فكره ان اصل هيعمل ايه؟ عندي اخواته اهم منه، اخواته في المدرسه انا مش هعرف اهتم بيه، وبعد ما اهتم بيه هيعمل ايه؟ نفسي الفكره دي تبقى مشطوبه عند الاهالي، لان فعلا الطفل الداون يقدر يوصل لمستويات حلوه جدا جدا من ان هو يبقى طفل طبيعي ويعتمد على نفسه اعتماد كلي. لكن اغلبيه الاهالي يعني للاسف بتتعامل بفكره اللي هصرفه عليه، لا اخواته الطبيعيين اولى بالمصاريف دي. دورنا احنا كخدام ان احنا نهتم بالولد ده ونقدر نقومه، نساعده تعليميا، نساعده روحيا، نساعده في رعاية الذات، يعني ان انا اخليه يقدر يعتمد على نفسه في كل حاجة، ياكل لوحده، يشرب لوحده، يلبس لوحده، يغسل المواعين، ينشر كل حاجة، علشان يبقى طفل مسؤول بعد غياب والديه. فاحنا قلنا ان الطفل الداون عنده تاخر ذهني، لازم احركه من بدري قوي، بنعمل له حاجه اسمها وهو صغير تدخل مبكر. يعني ايه تدخل مبكر؟ ابتدي اعلمه كل حاجه الطفل الطبيعي بيتعلمها لوحده، لا انا بسرعه اروح معلمها له. يعني مثلا انا الطفل الطبيعي على سنه بيقدر يمشي، لا انا الطفل الداون وهو 6 شهور ابتدي اعمل له تمارين، وابتدي اعمل له علاج طبيعي، وانزل واجري بيه علشان على سنتين يمشي، واقول كده ان انا حققت نجاح. طيب الطفل الطبيعي بيبتدي يقول اول كلمات ممكن على 6 شهور، بابا ده الاصوات دي احنا بنقول عليها كل دي كلام، دي لغه، وبعد كده من الاصوات دي بيكون كلمات وجمل. الطفل الداون ممكن على سنتين يبتدي يطلع لي اصوات لو انا اشتغلت معاه. لو اتاخرت خالص، في ولاد داون ما بتتكلمش، يعني بتوصل لمرحله انها ما بتتكلمش. كل ما هشتغل بامانه وقوه مع الطفل الداون، كل ما هيديني وكل ما هلاقي ثمر التعب فيه ظاهره جدا، كل ما هتحسوا انه فرق في المجتمع جدا وقدر يعتمد على نفسه في حاجات كتير جدا. من السمات برضو بتاعة الطفل الداون انه بيكون قصير القامة، قصيرين، بس في منهم يعني حالات بتبقى طويلة. طيب زمان كانوا بيقولوا ان الطفل الداون ده عمره مش بيطول، يعني عمره قصير. دلوقتي مع التقدم العلمي والتكنولوجيا والاهتمام بالدكاترة والاهتمام مع الاخصائيين اللي ابتدوا ينصحوا بايه الاكل اللي ياكلوا الولاد دي، وابتدوا ينزلوا كمان يلعبوا رياضة، أندية كتير مفتوحة ليهم، بيلعبوا سباحة، بينزلوا بطولات، بيلعبوا جلة، بيلعبوا رمي القوس والسهم، بيلعبوا كاراتيه، في منهم بيلعبوا ألعاب كتير حلوة، يمكن ما بيعرفوش يلعبوا مثلا كرة قدم، الحاجات اللي هي فيها تجمع كبير، كلها شوية ألعاب فردية. يعني السباحة هو عشان يكسب هو بيلعب لوحده، الجلة دي برضو حاجة بيرميها لوحده، سباق جري،
هي حاجة معتمدة على طاقته هو وقدرته هو لوحده. كل الحاجات دي عملت انها طولت عمر الطفل الداون بيوصل ل60 و65 سنة، بس علشان هو ربنا خلقه ضعيف بمشاكل صحية معينة يعني مش بيعدوا ال60. طيب انا عايز اعرف ازاي هبتدي اقول ان الطفل ده عنده مشاكل ذهنية، يمكن الحتة دي تخص شوية الخدام، نفهم ازاي نتعامل مع ولادنا وخصوصا لو هنتكلم على التأخر العقلي عامة. طيب اول ما تجيلي ام وتقول لي انا ابني متأخر عقليا سواء بقى داون او اي اعاقة تانية، طيب انا من المفترض ان انا كخادم لا مفتيش، انا هروح للناس المختصة. اول حاجة هعملها هعمل حاجة اسمها الاي كيو اللي هو اختبار الذكاء ستانفورد بنيه الصورة الخامسة. اختبار الذكاء ده لما بعمله طلعت النتيجة بتاعتي اقل من 70%، ده اول دليل ان الولد هنا عنده تأخر عقلي. بعمل تحليل مقياس تاني التطبيق السلوكي التكيفي، ده بعمله. يعني ايه المقياس ده بيقول ايه؟ بيقول الطفل ده الطبيعي بتاعه ايه وهو واصل ايه. يعرف يمسك المعلقة لوحده؟ طب هو بيعرف يعمل كده؟ يديله درجة. لو طلع اقل من 70 برضو بنقول ان الطفل ده في نسبة تأخر عقلي. الحاجات دي لما بتتجمع ساعتها بعرف ان هنا في تأخر عقلي. ولازم طبعا يكون السن اقل من 22، يعني ما تجيش ام تضحك علينا في الخدمه وبيبقوا غرضهم طبعا اخذ البركه وبيشوفوا ان الولاد دي بيتوزع لهم بركه كتير، ما تجيبليش شاب كبير وتقول لي ده بقى تاخر عقلي، لا. احنا المقاييس دي بنعملها وهم اطفال صغيرين. لو الطفل كان طبيعي لغايه 22 سنه ما بيصنفش تبع الاعاقات العقليه. طيب هوريكم شوية جداول، احنا ممكن نكبر الجدول شوية. طيب ننزل، انا عايزة اوريهم بس ايه دي الجداول اللي بنمشي عليها علشان نشوف ونقارن بين الطفل الطبيعي والطفل الداون. يعني مثلا بيغير وضعية الجلوس الى وضعية الوقوف. الطفل الطبيعي نلاقيه كده من على الارض نزل وقع وراح قام، يعني من غير ما تصوروا الورق مع استاذ بشوي ويقدر يبعته لكم على الجروب، الورق كله ممكن تبعته له مفيش مشكله. ان الولد ان هو بيقوم يقع يقعد يجيب حاجه ويلف كده بشكل معين ويطلع ويقف. طيب الحركه دي بيعملها على قد ايه؟ الولاده الطبيعيه احنا رحنا فين؟ اه من 13 شهر عندي يقدر يعملها، يعني سنة وشهر. طب أنا عايزة بس اللي من فوق هي اللي فوق الداون ولا أيوة؟ طيب دي الداون الأحمر الداون، تمام. أيوة؟ تمام. ناخد واحدة تانية. أيوة أهي. طيب عندي الطفل الطبيعي من المفترض يعملها من 7 شهور. طب في طفل بيعمل بدري، في بنقول ايه طفل ايه اتكلم بسرعه، في طفل اتاخر شويه، في طفل مشى بدري، طفل اتاخر. فقال لي الرينج الطبيعي اللي هو ال7 شهور. طب الرينج المفروض يحصل فيه الموقف ده من 5 ل9، يعني من 5 ل9 يقدر الطفل ان هو من الاعاد للوقوف. طيب عندي الطفل الداون، اخدتوا بالكم الفرق؟ 13 شهر. وفي ولاد بتتأخر عن المعدل ده، يعني في ولاد لو الأهالي 13 شهر ده اللي هي الأم ماشية معاه جلسات تدخل مبكر، علاج طبيعي، بيزنوا على ودانه طول اليوم، كل أفراد البيت مهتمين بيه من جد وتيتا وبابا وماما وأخواته، يمشي على الجدول ده. لكن أنتوا متخيلين لو هو أصلاً كمان مفيش اهتمام بيه ولا جلسات ولا مراكز ولا أي حاجة؟ لأ، بيتأخر جدا عن الحاجات دي. طيب يقف لوحده. عند الطفل الطبيعي من 11 شهر يعني سنة إلا شهر
لغايه حدود سنه ونص كده. طب الطفل الدون من 18 شهر يبتدي يقف لوحده، الرينج اللي هو من 12 ل 38، دي بنقول عليها الحركات الكبرى. يعني ايه الحركات الكبرى؟ يعني نقف، نقعد، يجيب حاجه من على الارض، كلها حركات انا بحرك فيها جسمي كله، حركه كبيره. طب الحركات الصغرى اللي هي حركات ايه؟ الايدين، انقل حاجه من حته لحته، الخرز مثلا من طبق لطبق، الحاجات دي كلها. الجدول الثاني. طيب دي أنشطة الاتصالات. يعني ايه الاتصالات؟ يعني الصوت والتعامل. ده جدول يبين لي مثلا امتى بيقلد الاصوات. يعني ايه يقلد الاصوات؟ يعني لما اقول له الكلب بيعمل صوت ايه فيقول لي هو هو، هو بالظبط يقلد معايا صوت الكلب. الطفل الطبيعي من 8 شهور يبتدي يقلد معايا صوت الاصوات. طب الطفل الدون من 11 شهر، هرجع واكد بس لو اشتغلنا معاه، لان الولاد الدون بتتاخر عن كده تاني. دي الاتصالات كلها، يتواصل بالحركات، يقول احنا حتى يعني بنفصص الولد من كل ناحيه، يقول ده ماما، يستجيب للكلمات المالوفه اللي هو بص لماما، هات اللعبه، الكلام ده كله بيتواصل معاه ولا لا؟ يستجيب للكلمات المالوفه بالايحاءات وغيرها، اللي هو يعني ايه لما اعمله كده؟ هل هو فاهم ان دي لا؟ لما اعمله كده هل هو فاهم ان ده اه؟ كل الحاجات دي الصغيره بنتعامل معاها. في جدول اخير. لا مش ده. ايوه الحركات الدقيقه اللي احنا قلنا عليها صغيره، يعني بالايد يسحب الخيط لكي يصل الى لعبه. يعني لو انا حاطه له لعبه كده وهي بخيط، هل هيعرف بايديه كده يقدر يسحب ولا لا؟ طب دي الطفل الطبيعي بيعملها في 7 شهور. طب الطفل الدون 11 شهر ونص. تمام؟ اقروا الجداول دي فنطوها، هتديكوا افكار لشغل مع اولاد كتير. طب الطفل الدون بنتعامل معاه ازاي؟ لو حابين انتوا كخدام تتعاملوا عن طريق برنامج اسمه بورتاج، ده بيبقى يعني من اول الحركة الصغيرة والحركات الكبيرة مقسم الأنشطة اللي الطفل الدون مع العمر. يعني أنا مثلا عندي في الخدمة ولد عنده سن كذا، هو حاطط لي البرنامج اللي هيليق على سنه ويمشي بيه، بس آخره يعني على 10 سنين. المقاييس دي كلها والشغل كله مع الأطفال الصغيرة، مش هاجي أعلم ولد وصل ل 22 و23 سنة، ساعتها بقى بنشتغل يعني حاجه اسمها رعايه ذات وحاجات زي كده، اللي هو اخليه بس يعتمد على نفسه، ما يبقاش لود على اهله في البيت. بنتعامل مع الولاد دي بطرق لعب ايه؟ بنتعامل معاه بطرق تعليميه اللي هي المونتسوري. كان في واحده اسمها ماريا مونتسوري، احنا في محاضره كامله عن طرق اللعب بمونتسوري. ماريا مونتسوري دي كانت عايشه ايام الحرب العالميه الثانيه، وكان في اطفال شوارع كتير اتشردوا نتيجة الحرب وأهاليهم اتوفوا، فهي قررت إنها في ملجأ هتعيش، وابتدت تعمل ألعاب من مكونات البيئة. يعني عايزة تعلمهم العد، تجيب مثلا خرز أو زلط، عايزة تعلمهم طريق الجمع والطرح والقسمة. يعني المناهج بتاعتها توصل لغاية تالتة ابتدائي. لو طفل طبيعي أخد شغل المونتسوري يقدر يوصل بمناهج في الحساب وقراية وكتابة ورعاية ذات ممكن لغاية تالتة ابتدائي. الطفل الدون ابتدينا احنا ناخد كمتخصصين في الاعاقه، بقينا نقول طب ليه ما نستخدمش اللي ينفع للطفل الدون؟ هي مونتسوري ده اصلا للطفل الطبيعي، علشان بس لو رحنا اخدناه في اي حته هتقولوا له احنا بندي ذوي احتياجات، هو في الاساس للطفل الطبيعي. لكن احنا ابتدينا نكيفه وناخد اللي ينفع الولاد ونبتدي نتعامل بيه ونعلمهم بيه. زي ما قلنا طرق اللعب معاهم بيكون هم بيحبوا الاهتمام قوي وبيعملوا جذب انتباه رهيب. يعني مثلا لو انا قاعده بتكلم مع استاذ بشوي مثلا وفي طفل داون، هو هيبقى متضايق. يعني ما ينفعش انا اكون في مجتمع داون واحنا كخدام بنتكلم وهو واقف بيتفرج علينا، ده مرفوض تماما. هو بيبقى عايز لما هتتكلموا هتتكلموا معايا انا،
غير كده دي حاجة تحزنه جدا. أنا محور الكون، أنا مصدر اهتمام الجميع، أنا أخد الدلع من كل الناس، بس حذاري من الدلع الزيادة، لأن ده بيعلمهم سلوكيات للأسف وحشة جدا. من كتر ما هم لزاز وحلوين قوي، ففي أهالي بتدمنهم، يعني بابا وماما بيبقوا بيحبوهم قوي، فبيبقوا مدللين جدا، فحتى لما بيعملوا حاجة غلط مفيش أي نوع من أنواع اللي كلمة لأ خالص. فده بيجي بضرر على الولاد، كل حاجة لحدها بتبقى مظبوطة. اه بنديله اهتمام، ما نحزنهوش، احنا كخدام جايين نفرحه، بس في نفس الوقت بنرفض الغلط، يعني لو عمل حاجة غلط لأ بنرفضه. بيقابلنا مشاكل سلوكية كتير معاهم، كل ولد حسب بيئته. يعني في منهم، يعني هم مش ملايكة، انا عايزاكم برضو تحطوا النقطة دي في دماغكم، ذوي الاحتياجات مش ملايكة، ذوي الاحتياجات بيخطئوا، وبيعرف يشتم، يعرف يضرب، يعرف يسرق، لان الحاجات دي هو واخدها من البيئة اللي هو كان عايش فيها، هو بيمتص البيئة اللي هو عايش فيها ويبتدي يطلعها في المجتمع زي اي طفل عادي، بس طرق المحاسبة بتاعته يمكن اللي بتختلف شوية. ونبتدي بقى احنا اللي ناخد بالنا، عرفنا ان ولد عنده أزمة سرقة نتيجة ان الاهل في البيت مش مكفيين احتياجاته، فببتدي اتعامل مع الخدام اقول لهم خلي بالكم محدش يسيب الشنط دي أو يعني قلب به كده في الخدمة، ما ينفعش نسيب حاجة محفز للطفل ان يخليه يعمل الغلط. بمعنى يعني انا ما سيبش شنطتي مفتوحة وفيها فلوس قدام طفل ذوي احتياجات، ده معناه ان انا بقول له ايه؟ تعالى اسرقني. تمام؟ انا كخادمة لازم احافظ جدا جدا على لبسي في خدمة ذوي الاحتياجات. ليه؟ لان الاطفال دول سريع الاثارة، بمعنى ان عندهم نهم فكرة انا عايز ارتبط، هو انا ايه خليني مختلف علشان مرتبطش. واحنا الخدام عندنا والخادمات يجي يهتم ببنت مثلا داون او ولد داون جامد قوي ويتعلق بيه، فتيجي هو حلو ان انتوا الخدمه مش مشتركه، يمكن مش بتقابلوا المشكله دي، بس في الخدمات المشتركه اكتر، ان خادم يبتدي يتعامل مع بنت داون لدرجه انها تتعلق بيه، يجي يخطب نلاقيها دي اتدمرت نفسيا ووقعت، وهكذا الولاد يبقى متعلق مع بنت بشكل معين. احنا بندمر نفسيه الولاد، الولاد دي بتغير جدا. يعني لو خادم خطب من يعني ما نفضلش بقى نبارك له ونهيص له قدام بقيه الولاد، لان هو جواه شايف اخته واخوه اللي بيخطب وبيتجوز، ده بيأثر عليهم نفسيا، بيبقوا نفسهم يعيشوا حاله الفرح، يلبس بدله، تلبس فستان، ده حلم عند اي طفل داون يعني. فخلي بالكم ان احنا ما نسرهمش في الحته دي، لبسنا لازم يكون قوي يعني هادي، يعني بلاش الاكسسوارات الكتير مع البنات، المكياج التقيل، يعني نحاسب قوي في لبسنا واحنا رايحين نخدمهم، لان احنا الوجهه اللي هم بيشوفوها، فطبعا عايزين يقلدونا، فلما هيقلدوا احنا كشباب لينا ستايل في اللبس والدنيا دي، لا مع الولاد دي وخصوصا في المعسكرات ما ينفعش مثلا قلب الشرطات قط مع ولاد ذوي احتياجات، ممكن نعملها في اي حاجه تانية، بس مع ولاد ذوي الاحتياجات برضو يعني خط احمر كده، كل الحاجات دي بتعمل اثاره عندهم وتدخلهم في مشاكل نفسيه وسلوكيه مش حلوه كتير. تمام؟ هتلاقوا كده لما تنزلوا البنت الداون ماسكاكي، ايه ده يا تسوني ده؟ حلوه ده وافرك قوي، انت لابسه ايه؟ ايه الاكسسوار ده؟ يفلوكوا، يعني انتوا متخيلين؟ السلسله دي جايبها منين؟ طب انا عايزه واحده زيها. فبلاش تحطوا نفسكم في الحتت دي علشان بتتعب الولاد. احنا لما بننزل خدمه ذوي الاحتياجات بنحاول نخليهم هم اللي فوق، هم اللي منورين وعاليين، واحنا اللي تحت. انتوا الحلوين وانتوا المميزين، احنا ممكن نعمل يوم في الخدمه رعاية ذات ونظافة، نجيب توك ونجيب برفان ونجيب مونوكير ونحط لهم ونخليهم هم اللي فوق، واحنا نبقى مش عاملين الكلام ده. فالطفل ده يحس بإيه؟ أنا مميز في الحتة دي، أنا مميز في منطقتي هنا، فيبقى جاي الخدمة وهو فرحان، أنا هنا مش هحس إن أنا قليل زي ما الشارع بيعاملني. الطفل الداون للأسف، يمكن إحنا كنيستنا حامية أولادنا، لكن تعالوا للمختلفين عننا
للأسف في الشوارع متبهدلين، مضروبين، كمية استهتار وتهزيق بمشاعرهم غير طبيعية. ده في منهم أهالي من كتر ما بتخاف على ولادها من الشارع بتحبسهم. كان زمان الأم اللي عندها طفل دون ده عار عليها، تروح قافلة عليه كده وما تفتحش. يعني مع الثقافة والتقدم ابتدوا ينزلوهم وفتح المراكز وابتدوا يشوفوهم في أماكن كويسة، ابتدوا يفتحوهم على المجتمع. بس هل في لسه الفكر ده؟ يمكن احنا كنايسنا فاتحة وواخدة بركة كبيرة منهم، لكن في المجتمع لا، لسه بيتهانوا في الشارع، لسه بيتقال ده عبيط، ده متخلف، ده بياخدوا تنمر كبير جدا، بياخدوا تريقة كبيرة جدا. حتى الأفلام للأسف ساعات تجيبهم بشكل يعني هو ده الفكاهة، يعني بصور الضرب على القفا والخبط والرزع، صورة بصراحة ساعات مش بتبقى حلوة أبدا. يعني أنا كده خلصت. حد حابب يسأل أي سؤال؟ طولت عليكم معلش. أيوه لا، بيعمل غيره ما بين الولاد. ما هو انا في كل طفل موهوب بحته، في بنت داون سيندروم اموره ولذيذه، يعني شعرها اصفر، ما هي برضو جينات، يعني لو بابا وماما حلوين هي تاخد الجينات الحلوه من بابا وماما، ولذيذه وبتتحرك وبتلعب مش عارفه باليه، فهتاخد جذب ايه؟ انتباه الولاد. في طفل تاني داون مش واخد الجذب، ليه؟ ده اللي بيضرب عنيف شويه عشان هو بيتضرب في البيت فبيجي يضرب في الخدام والولاد، ده اللي بياخد علشان هو محروم في البيت مش بياخد فبيجي ياخد حاجتنا. فاحنا طبيعتنا كخدام واحنا كبشر بنعمل فرز، وده بيحصل في الخدمات. في ولد يبقى شقي ولذيذ كده في مدارس الاحد، تلاقي الخدام كلها ايه بتلعبه، وخد وصل وجيب، نفس الحكايه في ذوي الاحتياجات. فلا طبعا لازم المعامله تكون فيها مساواه، لان يعني بيغيروا من بعض جدا جدا. هما جسمهم طري جدا، فدي ميزه حلوه قوي. احنا زي ما قلنا ان هما عضلاتهم مرنه قوي، فمديهم حريه في اللعب والحركه، بس هو ما عندوش القدره التواصل ان يلعب لعبه جماعيه. انا بتكلم في لعب مثلا زي الكاراتيه، زي بيلعبوا وباليه، بنات في باليه. بيتعلموا وسريعين التعلم، بيعملوا. افتحوا على النت واعملوا سيرش عن الالعاب واتفرجوا على الولاد الدون، وفي منهم مكتبه اسكندريه عندها مكتبه جوه خاصه بالاطفال ذوي الاحتياجات، مكتبه كامله شامله، بيعملوا بقى حفلات باليه وحفلات عروض. افتحوا كده قولوا مكتبه اسكندريه لذوي الاحتياجات الخاصه، واتفرجوا على الصفحه على الفيس قد ايه الولاد، يعني انا عايزه اجيب لكم حاجه حيه مننا، بيعملوا حفلات والدنيا دي. وبالمناسبة عيد الطفل الدون عالميا يوم 21 مارس مع عيد الأم، يعني عيده مع عيد الأم. لو تف لا طيب، هي الفكره مش فكره تف خالص، بس ماشي. طيب هي الفكره ان الكلام عباره عن المخارج بتاعتي، مخارج هوائيه، يعني انا لما بتكلم عندي اللوهات دي بتقفل وتفتح، وفي حروف بتطلع من عند المناخير وحروف بتطلع من حركه اللسان. فحتى من التدريبات اللي احنا بنديها كاخصائيين تخاطب بنقول ايه؟ يطفي الشمعه، ينفخ. يعني مثلا لو احنا جربنا حرف الف عباره عن ايه؟ نفخ. فهو مش قصده التف بمعنى التف، هو قصده ان هو لو كان في مخارج هوائيه رايحه جايه كان ممكن يتكلم. بس لا طبعا مش، لا في تدريب وفي شغل على الكلام. طيب هو دلوقتي 12 سنه بس هو مش دوري، هو دول برده هو صغير سخونيه بس. هو بقى ده اللي احنا قلناه الخاص بيكو، هتعمل حاجتين، اختبار ذكاء ستانفورد بنيه الصوره الخامسه، يبقى مش طفل ذوي احتياجات. هو مش دوت، هو جاله دور سكونيه وهو صغير. حلو، ايوه عملت له حلو. ما احنا قلنا لغايه ان يبقى مش ذوي احتياجات، مش اعاقه ذهنيه. ايوه
يبقى عنده بس مرض منع الكلام. لا وتأخر، يعني هو مثلا دلوقتي 12 سنة بس هو عنده 3 سنين. احنا عملنا المقياس وطلع العمر العقلي بتاعه 3 سنين، تمام؟ طيب عملنا السلوك التكيفي بتاعه المقياس بتاعه؟ في استجابات بس هو يعني الفكره ان هو هل ممكن يعني في تمرين معين ليه ان هو يبتدي يطلع كلام في السن دوت؟ اه طبعا، اه طبعا. الشغل عايز ينزل تخاطب على طول. يعني عايز شغل كتير من الاهل ومنكم كخدام كمان مع الام. اي اتفضل. اتفضل. تمام. يعني افضل فكره ما انساش، يعني ممكن انسى تفاصيل كتيره خلينا النهارده، بس لو تعملنا كده حاجه واحده بس اكون حضرتها في بالي وانا بكتب. تمام. طب لا انا هنسى. انا الذاكره عندي ضعيفه جدا. طيب حاجه احطها في بالي، هو انت حضرت اول محاضره؟ الاولها؟ طيب هقولها لك تاني، حاجه علشان نحطها في ذهننا حد يقولها. طيب ها انا قلت ايه اول حاجه؟ اتفضل. لا اول حاجه خالص، ايه اللي يخليني اقول ان انا هخدم طفل ذوي احتياجات مش هخدم مدارس احد؟ احنا قلنا ان اطفال ولاد مدارس الاحد احنا اللي بنوصلهم للمسيح، لكن طفل ذوي الاحتياجات هو اللي بيوصلني للمسيح. دي نقطه لو حطيناها عن طريق التعامل، قدم محبه وخد براحتك. يعني هما اساتذه في ان هما يدوا لك كميه طاقه محبه حلوه قوي مش هتلاقيها في العالم بره. ليه؟ هما ما عندهمش الرياء بتاع بره، يعني ما عندهمش فكره ان انا اضحك في وشك واتكلم في ظهرك، فانتوا هتحسوا بنقاء التعامل. ليه؟ انا لو زعلان منك زعلان منك، فرحان منك فرحان منك، متضايق منك متضايق، مبسوط مبسوط، ما يعرفوش يعملوا الازدواجيه بتاعه التعامل بتاعتنا احنا البشر. ما يعرفش دماغه ما تجيبش الحته دي. وخد فيها الاثنين. هي الاثنين بس انا بتكلم على فكره ايه، انت معاك وزن على قد امانتك مع اولاد مدارس الاحد، وعلى قد ما انت حلو انت مرايه الولاد بتوع مدارس الاحد، وعد علاقتك بالمسيح هتلاقي اولادك شبهك. طب التانيين مش محتاجين المجهود ده كله. حلو ان علاقتك بقى دي حاجه شخصيه ودي حاجه حلوه قوي، بس هم من كتر ما انت بتخدمهم هم اللي هيكونوا شهود ليك وهيقولوا ده اللي خدمنا. ممكن في كتير مننا او ناس مننا بتقرا. تمام حلو حلو. انا بقى عندي حته ان انا ممكن اقرا او مثلا الاقي يعني اكثر الحته دي ازاي. تمام. طيب الفكره كلها ان انا مثلا مين مربي كلب عنده في البيت؟ حلوة قوي قوي قوي. بتحبوا الكلاب بتاعتكم؟ تقرفوا من التواليت بتاعهم؟ ها؟ يعني بتقرف قوي؟ انت خادم طيب انت. يعني خليها اشوف شوية يعني في طيب الفكرة ان انت لما هتحب الام، الام بتبقى بنت عادية جدا خالص، ويجي لها تتجوز، بطنها تكبر، تولد، يجي لها طفل هي ما تعرفوش هو جه، وعليها انها تاكله وتشربه وتغير له وتطبطب عليه. مين ده؟ جات ازاي العلاقه دي؟ ده انا كنت لما بشوف طفل بينف كده ابقى عايزه. ليه ماما؟ دي حاجه ايه؟ غريزيه من محبتها في الطفل في ابنها بقيت مستحمله اي ايه؟ اي حاجه تقرف منه؟ لا. كل ما هتتعامل مع الولاد دي ومش هتقرف منها، يعني كل ما هتتعامل وتحبهم قوي هتلاقي نفسك مش بتقرف منها. طيب في ولاد هل كوني ان انا بقرف دي حاجه غلط؟ لا لا. ليه؟ لان دي حاجه نفسيه بحته، والحاجه النفسيه ما فيهاش محمل اه ولا. انا بقرف انا بقرف، انا مش بقرف انا مش بقرف. ما يجيش خادم مش بيقرف فتيجي خادمه تقول له معلش انا مش حتتي الحته دي، يقول لها لا لازم. لا مفيش حاجه اسمها لازم، ما الخادمه دي هتاخد بعضها ومش هتيجي تاني. فاحنا نستحمل بعض، ان كل واحد عنده قدره وعنده مكانه، بس حته 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 مع التعامل هتلاقوا نفسكم بتخشوا تغيروا لهم في الحمام في المعسكرات، واحده 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 من كتر ما بتحبوهم
هتلاقوا نفسكم ماسكين المناديل، تمسحوا مناخيرهم، لو ريل الولد شويه وهو بياكل. احنا عندنا خدام وصلت ان وهو شايل الولد لو بيناوله، وخصوصا الشلل الدماغي يعني، وجدم هو بلسانه يروح لاحس الولد، ممكن ياكل ورا اكل الولد يعني. في خدام تانية بتقرف، بس كل ما هتتعود وتتعامل وتحبهم اكتر كل ما كل ده هيضيع. كل ما تخدم اكتر كل ما ربنا هيدي لك مواهب كتير حلوة، ما تقلقوش من الحتة دي. تمام. لا انا مش سامعة، ممكن تقربي شوية؟ طيب بلاش نقول عن طريق الغيره. ليه؟ لان عن طريق الغيره يبقى انا بعمل مقارنات، والمقارنات مرفوضه. اخوك حلو فانت لازم تبقى حلو. طب انا مش عايزه ابقى حلو. مين رافع ايده مش شايف؟ معلش. ايه هفهمكم على حاجه، في حاجه اسمها حافز. الحافز طيب شكلك انت صغيره كانوا بياكلوكي مع اخواتك الكبار. طيب خلينا نقول بلاش فكره المقارنات، بلاش فكره ان اقارن الولاد، حتى الولاد الطبيعيه باخوك بياكل فانت تاكل. لا، طب ما انا ممكن يحصل حاله رفض وعند فاقول مش هاكل برضه. هو بياكل، اخوك شاطر فانت تبقى شاطر، شاطر انا مش شاطر. ده بيحصل كتير. لكن هقول ان انا بعمل له حاجه اسمها حافز، بحفزه بشجعه. التشجيع يفرق. شوف اخوك شاطر واكل اكله فهيكبر ويبقى حلو، وانت كمان انا نفسي اشوفك تبقى حلو. هيقلده، هما بيحبوا اخواتهم جدا. ايه قوي هما يعني، طالما حد بيعمل حاجه حلوه وانا حفزته يجري معاكي يعني. لا بص ده بيجري، يلا نجري. هتلاقيه اصلا هو اوريدي يعني يهوى التقليد والتمثيل يعني. من الحاجات الحلوه، كويس انت فكرتيني بالنقطه دي، لما نعمل درس في مدارس الاحد مع الولاد الداون، بعد ما تشرحوا وتمثلوا طلع ولادين ثلاثه وقول لهم مثلوا معايا، هيبقى مبسوط والدرس جواه والدنيا تمام قوي. هم يحبوا قوي التمثيل. لا لا، ما عندهمش الغيره بالشكل اللي هو بتاع الولاد الطبيعيين اللي هو لا لا لا، هم يحبوا بعض، ما عندهوش مشكله يعني. بما ان صاحبي طلع وانا هطلع في وقت تاني ما فيش مشكله، بس ما جنبهوش خالص وما اديش اهتمام لطفل واجنب التاني. لا هم لا يعني هم مسلين روح، ما تقلقوش من الحته دي. ايوه. لا مش سامعه، اطلعي لي قدام شويه. تمام. ما احنا قلنا بقى ان هو نفسه ايه؟ يرتبط. طيب يعني ينفع خادم يميل على بنوته ويحط ايده والسلامات تبقى حاره والدنيا دي؟ لا بلاش. وهكذا في البنات مع الولاد. احنا الخدمه هنا نشكر الله، حتى انا بتكلم كده عشان تبقوا فاهمين مدى التعامل. لو قابلتوا ولد داون تبقوا فاهمين ازاي تتعاملوا معاه. لا نتعامل عادي جدا، نلعبه، نجري معاه، بس نحافظ على لو ولد يقدر مع ولد تاني يحضنه ويبوسه ويطبطب عليه والدنيا دي كلها، والبنت كذلك. لكن مع الاختلاف لا، نحاسب قوي قوي من حتى نظرات عينينا، لان هما يعني عينيهم دي عارفين عامله زي السمكه، تيجي هنا يبقى هو شايف يعني، من هنا كده انا واقفه كده وهو يبقى واقف كده، بس هو شايف ظهري ازاي. هو عنده القدره ان يلف عينه في كله، يبقى شايفك بقى انت باصص لي ولا لا، ويراجع عينه تاني باصص لي ولا لا. يعني الداون عايز يشوف كل واحد شايفه. فطبعا عشان الاهتمام، لا طبعا اللمسات بتاعتنا نخلي بالنا منها قوي. بتكبر. هو كل ما هو شخص تقليدي وبيقلد، فشايف ان عند مرحله عمريه اختي واخويا ابتدوا يرتبطوا. طب ما انا كمان يعني، انا كان عندنا ولد طلع السما، اول ما اتخطبت
راح جاب باسم جوزي قال له اقلع الدبله، قال له كذا، راح اخد الدبله من ايده وقال له راح لبسها وقال له شكرا اقعد انت بقى على جنب. فيعني لا هم يعني فكر، بس على فكره هو الموضوع من بره يعني هم كحياه جنسيه، يعني الطفل الداون شويه عنده عجز جنسي، البنت لا نورمال، فشويه الحته واخدينها من بره اللي هو اخري فستان وبدله فرح وهيصه ورقص، ما هو عايز شو، مش العروسه دي بتبقى محور الفرح، انا عايز بقى اكون محور الفرح تمام، فهي عايزه تلبس الفستان وابقى باينه بقى وطرحه ومكياج وابقى انا العروسه والناس تبارك لي وجنبي عريس وخلاص ودبله انا لابساها وخلاص. فتبتدي تقول لك ايه ده خطيبي، حتى هم يهزروا كده لو خدمات مشتركه مش عارفه فلان ده خطيبي، هم ما عندهمش كلمه استاذ وتصوني، يعني لو عندكم الحته دي بتخلوهم يقول، لكن هم بيتعاملوا عادي اللي هو ياسمين بشوي اي حد بالاسم عادي، فبشوي ده خطيبي، ياسمين دي خطيبتي وهكذا تمام. طيب خلينا ورا الاول. حلو السؤال ده جدا. طيب حلو حلو، اعاقب الطفل الداون ازاي؟ عن طريق والطفل الطبيعي، عقاب بقى لكل الناس، هل ضرب، زعيق، الكلام ده كله ما يجيبش معاهم نتيجه، بنعاقب بالحرمان، يعني هقول له انت بتحب تمسك الموبايل؟ طب انت مالكش موبايل اليومين بحالها، وانفذ عقاب عشان لو ما نفذتوش كله باظ، طب انت بتحب تاكل حاجه حلوه؟ طب انت متعاقب، انت محروم من الحاجه الحلوه. بس ما اجيش احرمه من احتياجاته الاساسيه، ما اجيش اقول له انت محروم من الاكل مش هتتغدى، ما ينفعش، حاجه صعبه قوي. حتى المصروف يعتبر احتياجات اساسيه، ما ينفعش اقول له اه هتاخد مصروفك تحوشه مش هتشتري حاجه حلوه، مش هينفع مثلا انا مش جايب لك لبس عيد، لا ده مش عقاب، انا كده باذيه نفسيا. حتى مدارس الاحد ما ينفعش اعاقبه بيها، يعني تيجي ماما تقول لي ايه انا معاقبه النهارده ما ينزلش مدارس الاحد بتاعته، لا ما تجيش عند الحته الروحيه وعند بابا والحته اللي ها بيشم فيها نفس واقول له انت متعاقب. بيحب يحضر القداس ويلبس شماس اقول له طب انت النهارده ما انتش نازل القداس ولابس شماس، لا ما ينفعش. خلي العقاب في الحاجات اللي تنفعه، يعني انا لما امنع عنه الحلويات انا ايه؟ بنفعه، هو اه محروم بس بنفعه، انا لما بشيل منه الموبايل بنفعه، ده على بقى مستوى كل الولاد حتى الولاد الطبيعية. هو اتولد كده، الفيرجن بتاعه كده، هو نازل نازل لنا كده، يعني نازل عايز اهتمام. ما هو ده اللي احنا قلناه بقى، حسب اهتمام الاهل والخدام بيه من صغر، يعني هتلاقي فروقات، ولد بيتكلم من هو سنه صغير، ولد تاني ما اتكلمش، ولد رافع راسه من هو سنتين، ولد تاني 5 سنين و6 سنين لسه الام بتشيله ومرمي، كل ما اهتميت بيه كل ما اداني. من عند مين؟ من يوم اول ما نعرف ان جه يلا. انا معرفش انتوا عندكم في اطفال داون ولا كلهم كبار؟ مش بتاخدوا اطفال صغيرين؟ هو من المفترض ان الخدمه، يعني حاجه هعلمها لكم برضو، ذوي الاحتياجات مش خدمه مدارس احد، يعني مش لازم اخدمه في يوم خدمته، لا انا ممكن اخدمه اخده وانزل بيه للدكتور بتاعه، انا كده ابتديت خدمه معاه، ابتدي اخده ادربه، انا اعمل له تمارين العلاج الطبيعي بتاعته في البيت، يعني عن طريق نزول البيت، ما بينزلش يتفسح انا اخدته فسحته، دي خدمته، ما هياش خدمه مدارس احد. انا هديكوا محاضره كامله عن يوم خدمي لذوي الاحتياجات الخاصه. كل حالات ايه؟ يعني ايه؟ لا ما احنا قلنا هو في اسباب وراثيه، يعني بس الاهل بقى الاخوات اللي ليهم اخوات داون هل المفروض ان هم يجيبوا داون؟ لا مش لازم، لا لا مش لازم، يعني بتبقى، ما احنا قلنا بقى ان كل ما سن الام تقدم هو ده المشكله، بيحصل خلل في الجينات.
هيتجوز ازاي؟ لا بص، من الحاجات برضو اللي نحطها في دماغنا ذوي الاحتياجات كارثه فكره ان احنا نجوزه. هنلاقي في ولاد تاخر ذهني طفيف جدا، تيجي الام وتصمم انها عايزه اجوز ابني فتجيب له واحده غلبانه زيه، ونبقى احنا كده فتحنا ماسوره غلابه. بيجيبوا ولاد، اصل الكلام ده انا بشوفه عندي في المركز كتير، بيجيبوا ولاد ما بيعرفوش طبعا يربوهم ولا يعلموهم، يطلع الولد تاخر برضه، تاخر بيئي عن طريق ان البيئه كانت غلط اللي اتربى فيها. الولد ده يكبر يتجوز بواحده وهكذا، تحسوا ان ايه الماسوره فتحت فما بنخلص. فاحنا يعني فكره ان الجواز لذوي الاحتياجات مرفوضه، خط احمر كده. تمام؟ خلاص؟ ها؟ في حد عايز يسال حاجه تاني؟ طيب شكرا لكم جدا، ميرسي جدا. لا مش معايا.